صباح النور سي العالمي. صباح سي خويا مزيان هاني. داكشي اللي بغيت نقول لك اخو العالمي غبرتي ديال المعقول. ان شاء الله سي بشعل بن جبنا البرد هذا جبنا مزيويه ديال الخدمه ديال سي بشعل هذه. واش كاين العشاق ديال سي بشعل هذه كاين اللي ما كيلبسش الا هاد رجل البس بحال كيما نقولوا جلاب على حقها طريقه. غنوريهم غير هاد باش ما نطاوش الفيديو نوريهم هاد اللوينات هادو خمسة ديال اللوينات هما اللي كاينين هما اللي غادي ندوزهم وان شاء الله مرة أخرى حتى نجيبو شي لاخرين. دابا هادي السي بشعيب أنا كنت قلت معايا تحطو اللوان ان شاء الله غندوزهم لهم. هادا السي بشعيب هادا كيما نقولو هادي اس اس دي يعني بزاوية باليد خدمة ديالها باليد ماشي ماكينة. وتا الثمن ديال السي بشعيب غادي يكون ان شاء الله حتى الثمن واعر الثمن ديالها في الثمن زعما كتشوف معايا هادي راه صوفا الريحة ديالها عاطية خلع العين هادي سي بشعيب هادي جيت في يعني كما كنقولو الثمن اللي غنديرو لها دابا والخدمة ديالها هادي راه هي اللي الصوفا ديالها كيغزلوها كما كنقولو العيادة تبارك المغزلة كيغزلوها راك عارف الطريقة ديال القرشان وعاد تزيد المغزلة وعاد باش تخدم باليد يعني كتشد شوية الوقت الثمن كيكون هنا طالع في الثمن ان شاء الله الفيديو هذا نديرو بحال نقول غير اشهار نديرو واحد الثمن اللي هو مناسب بحال الاشهار ان شاء الله هذه الجلابه هذه حتى الناس باش يشجعوا حتى الناس ديال الفزيوي حتى هما يخدموا ويروجوا فيه. هذا واحد استبشار العبار ديالها 3 متر على متر ونص الثمن ديالها استبشار اللي غنديرو لها هو 900 درهم. ويا للعالم 900 درهم من 1600 ل 900 درهم. انت شفت الفيديو اللي كان قبل كنا دوزنا ب 1600 درهم ل 900 درهم على حسب الشيء كيما قلت لك عندنا اشهار ان شاء الله اللي بعدي الناس اللي ما عمره خداها ياخذها يجرب وان شاء الله ملي غادي يجربها راك الساعه اصلا اللي قدر لشي حاجه ياخذها. هادشي العالم مجرب راسو من بكري هذه صناعه تقليديه مغربيه قحه كيف كيقولوا كاينش اللي غادي يحيدها لهم داكشي متقون ومتقون على حقه وطريقه خفيفه ويعني وكلشي يلبس يعني الرجال والدراري صغار وكلشي غادي يلبس. العبار ديالها كبير 3 متر قلت يا اخو العالمي على متر ونص في العرض الصوفه اللي كنقولوا يعني صوفه الناس حره ديري بهذاك الشيء اللي بغيتي بالنسبه للخياطه راه كيبقى من الاختيار ديالك حتى الطريقه باش غادي يخدم ولا باش غادي يفصل ولا كيفاش غادي يدير كيبقى شاوت والعبار ديالك كبير وكبير بزاف. طيب ولا الباش ما نسيبش هذا معروفه لا رجال ولا عياش دابا حتى العياش راه كيديروا يعني هاد الخدمه هاد التوبه هاد السوز دي هذا مخاطب بحال هكا حتى العياش راه كيديروا. دخل دابا الانستغرام درت يعني البزوي بحال هكا طلع لك عيالات ورجال لابسين الصراحه كتجي واعره خصوصا الوقيتة ديال البرد والوقيتة ديال رمضان كيكون بحال هكا هو خفيف عاوتاني باش كيمشي على حساب بس سي بشعيبان باش كاع يجربوا يعرفوا واش انا غنعطيهم واحد التجربة انا جربت على حسب واش صوفا نيت ولا لا هذا اختي ملي غتحرقها بحال هكا ولا خويا اللي معمرو ما اللي معمرو ما الريحة ديال الحاولة سي بشعيب بالضبط يعني ما كاينش الريحة ديال الحاولة ما ناخذيهاش فيها ريحة صوفا صوفا بالضبط ما فيها حتى شي حاجة كنت شفت فيها العافية العالم لا ما شفتش فيها شي كيفاش تحرق والريحة ديال الحاولة يعني ديال الحاولة كتجمع طريقة ما كاينش بلاستيك ولا يعني كيما نقولوا البوليستير باش تخلي شميت ريحة الكرعين وريحة الشواط ديال الراس فكرنا في العيد فكرنا في اليد فكرت ريحة الكرعين والراس بقى لي والله رزق الصحة والسلامة نجيو فين نبيعو هاد الجلالب هادو تيجي العيد هذا لونكاسي لونكاسي تو خطير شي مولاي السلطان لا يكون عريس سلطان ولا شي خارج الافران صراحة نسرح لهم هاد السطرة اللي مجبين لهم وهذا تقدر تخدم سي بشعيب هذا الموتور الصراحه يطلع واعر ما تقدرش ديك البلون كاسي ديرها في الموتور والخدمه ديالها غتجي واقفه بحال هكا الخطوطه ديالها غتجي بحال هكا اجي مع الجلابه واقفه بحال هكا. لا بصراحة لوين لوين أنيق مولاي السلطان يعني هذا سي بشعيب لوك تاكيد صح صراحة وهذا شوف سي بشعيب الفرق هذه ديال الماكينة قلت لك واحدة هنا ديال الماكينة هنا حتى الكليان راه غيبان له الفرق باش الناس ما ياخذوش مثلا ديال الماكينة وقال هذا راه هو ديال اليد ولا حتى في الثمن ياخذ واحد الثمن اللي هو طالع بزاف شو هذا سي بشعيب باين هنا هنا غير الماكينة باتروزا وحتى هنا حتى الخاط ديالها ماشي صافا باين هنا غير خاط يعني بوليستر كتسمى كيكون واحد الفرق كبير وشوف هذه هنا اللي يعني صوفا كيفاش دايره حيد مربيه باش يبان لهم وشوف هنا كيفاش دايره يعني لا علاقه الصوفا هاد الصوفا هادي راه ما كايناش هنا كاع سامبل شوف كيفاش مخبى كل صوفا دايره سامبل هذا الماكينه هذا راه يقدروا يخدموا مثلا 300 درهم 400 درهم
كاع شي واحد كما كنقولوا مطلع الثمن قلت لكم 600 درهم وكاينه قداش ما خصها بالجوده نقدر نوصل حتى 200 درهم لان خصها بالجوده ديالها وهادو راه تاخذهم حتى 2500 درهم وانت طالعين هادو كيديروا الثمن اللي بليت كيديروا الثاني بالصحه والراحه سي وشاك صحتكم وراحتكم جمجمونا جمجمونا بارطاجيونا باش نوريكم عاوتاني راه جايب لكم الصوفه ديال الغلم السردي داك الحاولي السردي راه ما دارش هذاك غلم شي نعجه عيانه راه سردي هذا سردي ذابحينه قاتلينه باش نديروا هاد الجلابه هذه الخياطه راه الخياطه من 400 درهم 450 600 درهم 800 درهم هذا هو الثمن ديال الخياطه ديالها باليد قطيب البرشمان كما نقولوا الخماسي ولا السبعي على حسب واللي خيط بكثر العالمي استغلالي هذاك اللي خيط هذا هو الثمن هذا هو الخياطه اللي تجي فيها وبارك عليه يعني لا ما زدت فيهاش حاجه واحده يعني من 400 درهم وتي غادي حتى 600 درهم 800 كاع لا غالي تبارك عليك الا بغيت تزيد شي زوقه المعلم ولا شي حاجه ولا شي دبانه وبارك واللي بغات شي لون اخر انا اخر عالمي تجيبهم ليه مثلا طبعا لون دابا صور لنا اللون باش ما نطولش للناس ان شاء الله ونديرو غير تحط لون جديد عاوتاني حتى هما نعاود ندوزهم ماشي مشكل حسب الطلب ديال الكليان بغيت نسول زعما على حيت شي كليان دابا كيدخل جديد كيقول لك لا دابا بغيت ناخذ انا عجباتني هذه واشنو شنو زعما كاين موجودين ايوا صافي موجودين عجباتني هذه بحال مثلا تكري في راسك انا عجباتني هذه انا نقدر ناخذ دابا تكري العالم عجباتني هذه عاوتاني بلونكاسي بالمار يعني هادشي كاين كلشي الحمد لله موجود الله يرحم لك الوالدين هادشي اللي بغيت نقولها باش ملي صيفطوني صيفطوني باش نسولك وندي الاسئله ديالي ناقصه قلت لك نمشي كامل كلشي ان شاء الله يلبس كلشي اللي يطلب شي حاجه متوفره مرحبا وتحيه لك بالصحه وراحه وسمح لينا خو العالمي الله يجازيك بخير الله مرحبا